بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون اتينا اليوم لحضور جنازه فضيله الشيخ الدكتور غيث محمود الفاخري نائب مفتي البلاد ورئيس هيئه علماء ليبيا فضيله الشيخ بالنسبه لي انا يعني علاقتي به اقف عند محطتين وقوفا سريعا وهي المحطه الاولى مساله اشتغلنا مع الشيخ في لجنه تعديل القوانين سنه 2014 وقد راينا منه رحمه الله حرصا على تعديل القوانين المخالفه لاحكام الشريعه وراينا منه جهدا وطاقه غير عاديين في مساله التسريع بتعديل القوانين وهذا انما يدل على حرصه على تحكيم شريعه الله سبحانه وتعالى اما المحطه الثانيه فالشيخ ضحى وهاجر بدينه حينما انتشر الظلم و سيطرت الكرامه والمجرمون لها في على مدينه بنغازي فهاجر بدينه ودفع ضريبه ذلك وابتلي بفقد زوجته وفقد ولده وها هو اليوم يعني يدفن غريبا عن وطنه او عن بلده الاصليه الشيخ كما نعرف عنه عرف بجوده النظر ودقه الفهم وعرف بالصدع بالحق نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله بواسع رحمته اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر اللهم لنا وله يا رب العالمين